علبة المناديل ما كملتش 20 يوم وقربت تخلص. ماما. نعم يا غزة. انا عايزة 50 جنيه عشان اشتري بيها لعبة. 50 جنيه؟ ايوه. 50 جنيه وقدرتي تقوليها يا غزة 50 جنيه تجيب بيها لعبة؟ ليه يا حبيبتي ليه؟ عادي. لا يا ماما 50 جنيه كتير قوي. مفيش فلوس يلا روحي على درسك. انتي بخيلة قوي يا ماما. انا بخيلة؟ انا بخيلة يا غزل؟ اهي البخيلة دي يا حبيبتي بيطلعك من الاوائل كل سنة وبيخليكي اشطر واحدة، صح ولا مش صح؟ ماشي يا ماما. يلا روحي على درسك يلا، واياكي تقولي لي 50 جنيه تاني، اياكي. حاضر. يلا على الدرس يلا. ماشي. 50 جنيه كتير قوي 50 جنيه دي علبة المناديل قربت تخلص. أم نايم. نعم. مش كده يا حبيبتي اتأخرتي على الدرس؟ هروح الدرس يا ماما، بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا عندي يا ماما امتحان بكره وخايفه اروح يا ماما، عشان عارفه ومتاكده ان انا مش هحل حاجه عشان مش مذاكره اصلا. طب يا حبيبتي ما تغشي يعني من صاحبتك اللي قدامك ولا اللي وراكي ولا اللي قاعده جنبك. عايزه اقول لك على حاجه يا ماما. قولي. في بنت قدامي ذكيه قوي، كل سنه بتطلع من الاوائل وشاطره. طب ما ده حلو ده يا امنيه، غشي منها يا حبيبتي عشان تطلعي الاولى انت كمان. ما هي مش بتقدر تغشش حد. وكمان انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. انا اعرف ان امها بخيله قوي. امها بخيله؟ اه. والبت شاطره قوي يما، البت شاطره قوي. البت شاطره قوي وامها بخيله. شاطره وامها بخيله. بقول لك ايه يا امنيه. نعم. روحي الدرس، خلصي الدرس وهاتيها معاكي وانت جايه. ايه ده ليه يما؟ يا بنتي ما تسمعي الكلام اللي بقول لك عليه وخلاص. يلا قومي. ماشي يما. يلا. حاضر. ما تتاخريش. حاضر. خدي بالك من نفسك. يا أمنية. نعم يا غزة. تعرفي يا أمنية أنا قلت لماما يا ماما عايزة 50 جنيه عشان أشتري بيها لعب، وقالت لي لأ. قالت لك لأ؟ أيوة. طيب أنا عايزة أقول لك على حاجة يا غزل. اتفضلي. إيه رأيك النهاردة تعدي على محل ماما وتشتري منه لعبة وكمان من غير فلوس؟ بجد؟ بجد والله. ماشي. ماشي؟ ماشي. يلا بينا. يلا. بنت شاطرة وأمها بخيل. بنت شاطرة وأمها بخيلة. ايه يا خالتي مش بعتيلي؟ فينك يا بنت يا مكة، بعتلك من بدري يا بنت ما جيتيش ليه؟ معلش يا خالتي أنا آسفة حقك عليا. اقعدي بقى وفتحيلي دماغك واسمعي اللي هقولك عليه كده واحدة واحدة وبالراحة. حاضر. ماشي؟ هتاخدي التليفون ده. ماشي. ما تفيقي يا بنت، اصبري يا بنت، بصي في الآخر هديكي اللي أنت عايزاه لو عملتي الخطة دي بنجاح. ماشي. ماشي؟ ماشي. بقولك هتمسكي التليفون ده. اه. أمنية دلوقتي هتيجي ومعاها صاحبتها. ماشي. هتصوري كل اللي هيحصل بالظبط، فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة يا خالتي. بس إياكي البنت صاحبة أمنية تشوفي كنت بتصوريها. عيب عليكي يا خالتي، في إيه؟ ولا أنت كده تطلعي كده بنفسك كده وتقولي أنا بصور أهو بصور أهو. لا لا يا خالتي ما تقلقيش. بصي يا بنت أخدة بالك من السلالم اللي هناك ده. اه. هتقفي تداري وراه. حاضر. وتصوري صح وتخلي الصورة واضحة، فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة. تبيني الوشوش. خلاص يا خالتي. حاضر. طب يلا وريني بالراحة يا بنت. بصي هديكي لعبة وحاجة حلوة في الآخر. بجد ربنا يخليك يا خالتي، انتي طيبة قوي. ما خلاص يا بنتي يلا روحي. اه. زنانة قوي. غزال. ايه يا أمنية؟ يلا بينا بقى على المحل بتاع ماما. بس يا أمنية أنا عايزة أقول لك على حاجة. ايه غزال؟ لو ماما يا أمنية سألت لي أنت جبتي اللعبة دي منين أقول لها إيه؟ يا غزال سهلة قوي يا غزال. انتي قولي لها اصل النهارده انا كنت شاطره في الدرس والميس عطتني لعبه عادي يعني. الله يا امنيه فكرتك حلوه قوي. طب يلا بينا بقى تعالي. يلا. يا ماما. ايه يا امنيه؟ صاحبتي هي ماما. الله دي صاحبتك يا امنيه اللي انتي بتحبيها وبتقولي لي بحبها قوي يا ماما. اه. الله اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي غزل. الله يا غزل اسمك جميل وانتي اموره وحلوه قوي، وكمان امنيه بتقول عليكي ان انتي شاطره وممتازه. ايوه صح يا حبيبتي الكلام ده. صح. طيب انا عايزه اطلب منك طلب صغنون قد كده اهو. ايوه. بصي يا حبيبتي امنيه يعني ضعيفه شويه كده في الدراسه. أوه. فكنت عايزاكي بس تقفي جنبها كده في الامتحان وتساعديها، يعني تغششيها سؤال، تغششيها كلمه، تقولي لها الاختيار ده صح كده يعني يا حبيبتي. لا يا طنط انا ما اعملش كده. ماما قالت لي ما تغششيش حد، وكمان ماما قالت لي ما تديش مجهودك لحد. تديش مجهودك لحد؟ اه. طب بصي هقول لك على حاجه. لو انت بقى غششتي امنيه في الامتحان ونجحت وطلعت زيك الاولى هديكي كل يوم لعبه حلوه، واللعبه اللي انت تختاريها. بجد؟ ايوه. بس بشرط تغششيها. طب ما ينفعش. ما ينفعش برضو؟ ايوه. طيب ماشي يا حبيبه قلبي خلاص. اللعبه دي يعني انت مش عايزه اللعبه دي خلاص؟ لا انا عايزاها. طيب بصي يا حبيبتي خدي بقى اللعبه دي كده حطيها جوه الكتاب
احضنيها بقى كده جامد. ليه؟ احضنيها بس يا حبيبتي، اسمعي الكلام اللي بقولك عليه. أهو. ايوه كده، واحضنيها جامد كمان. عجبك اللعبه؟ اه. بيت يا مكه. نعم يا خالتي. صورتي يا بيت يا مكه؟ ايوه خالتي اهو. بصي يا حبيبتي شوفي كده، انت بتصوره وانت بتسرقي اللعبه، واخدتيها وحضنتيها وخبيتيها في الكتاب. انا يا بنت ما سرقتش حاجه. لا سرقتي، انا شفتك بعيني يا ماما، دي كل يوم بتسرقك يا ماما. يا حراميه يا حراميه، وانت يا امنيه تقولي لي عليها ان هي محترمه ومجتهده يا امنيه. لا لا لا، انا ما عملتش كده والله. انت عارفه بقى، هودي الفيديو ده للناصره ولو جيت المدرسه، وهوريه لاصحابك وهوريه لمامتك، واخليهم يقولوا عليك ان انت حراميه. يا حراميه يا حراميه يا حراميه. طيب. لا انا هعمل كده. طب عايزه ايه؟ طيب اطلب مني اي حاجه وانا هعمل. اطلب منك اي حاجه؟ هتغششي امنيه بنتي ولا لا؟ لا برضو. طيب هبعت الفيديو ده دلوقتي، هيكون عند المديره وعند امك وعند اصحابك، الناس كلها هتشوف. هقول لك يا حراميه يا حراميه الناس يا حراميه، الناس كلها في الشارع دول. غزه الحراميه هناك، هي غزه الحراميه هناك. يا شفتي ثانية بقى، ثانيه يا امنيه، هتغششيها ولا لا؟ لا برضو. انت بنت دماغك ناشفه كده ليه يا بنت؟ طالعه لمين؟ والله ماما ما سرقتش حاجه. ازيك يا زوزو؟ ماما فكت الكيس وبتخليكي دلوقتي تشتري لعب غاليه؟ لا 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 يا مدام، حضرتك فهمتي غلط. مامتها ولا فكت الكيس ولا حاجه. البت دي صاحبه بنتي في الدرس وفي المدرسه، وقال ايه كل يوم بتيجي تقعد مع بنتي ومصاحبها عشان تسرقني وتسرق بنتي. ايوه تعالي. ايوه اتفضلي. بصي غزل بتسرق. شايفه شايفه، اخده اللعبه مخبيها جوه الكتاب. شايفه دي كل يوم كانت بتسرق ماما، وانا ما كنتش بشوفها. الكلام ده صح يا غزل؟ والله مش صح، انا اصلا ما سرقتش حاجه. هي طنط اللي قالت لي خديها وحطيها كده واعمليها كده. انت بتكدبي يا حبيبتي؟ كمان بتكدبي؟ ثانية واحدة، هي صغيرة مش فاهمة بكام اللعبة دي. طيب اللعبة دي بخمسين جنيه. تمام ماشي، خدي ثمنها. لا هو انا مش عايزة خمسين جنيه، دي بقى لها اسبوع كل يوم بتيجي تسرقني وتاخد من ورايا حاجة حلوة والعاب. طب خلاص اهدي، انت عايزة كام دلوقتي؟ هو انا عايزة 300 جنيه. خد يا ستي 300 جنيه اهو. يا حراميه خلاص بقى، ما تنهاش، هي مش فاهمه على فكره. بس على فكره هي قالت لي غشيش بنتي، فانا قلت لها لا. فهي قالت لي خد اللعبه دي وغششيها، قلت لها برضو لا. حراميه وكدابه كمان، يعني ما هو اللي بيسرق ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا. يعني انا مش عارفه اللي انا مش عارفه ايه التربيه دي. مش بتربوا عيالكم. ثانيه واحده، لو بتتبلي عليها كده تقلي عشان ربنا ما يوقفش حالك. لا انت كده مادام هتزعليني. لا بجد انت هتزعليني والله. طب خلاص تعالي يا غزل، يلا بينا حبيبي. اتكلي على الله بقى يا مدام، جايه تصلح دي ولا جايه تضايقني في حياتنا؟ يا ماما كده برضو مش هتغششني، اعمل ايه انا؟ اسكتي يا بنت، انا دلوقتي اشوف لك الموضوع ده. خالتي ايه مات؟ فين اللعب والحاجه انت صورتي يعني حلو يعني يا مكه؟ شوفي يعني شايفه الخطه ده تمت بنجاح؟ اتفضلي يا مكه من غير ما ترد. بس انت اللي قلتي لها خالتي. مكة انا عفريت الدنيا بتتنطط في وش شبشي احسن لك. ماشي يلا تعالي بنت امنيه كده بقى نفكر في خطه ثانيه. فكري معايا يا بنت في خطه. طب ما عندكيش واحده صاحبتك ثانيه غيرها؟ لا مش شاطرين، هي اللي شاطره. مين اللي بيرن الجرس كده؟ بترن الجرس دي حرام عليك، الكهرباء تيجي عليا غاليه. في حاجه اسمها خط؟ انا اسفه يا ام غزل. ايوه في ايه؟ دلوقتي انا لقيت غزل عند محل اللعب. ايوه الست ماسكاها ان هي حراميه وسرقت من عندها اللعبه. سرقت لعبه يا غزل؟ لا والله العظيم ما سايباكي. انا فهمتها غلطها في السكه. ماشي بس هي الست دفعتني، كانت اللعبه 50 جنيه، دفعتني 300 جنيه، بتقولي بتسرق من عندها لعبه بقالها اسبوع. 300 جنيه؟ ده وانتي رايحه الدرس طلبتي مني 50 جنيه وقلت لك اوعي اوعي تنطقي كلمه 50 جنيه دي تاني، صح ولا مش صح؟ يا ماما والله 50 جنيه وتقولي 300 جنيه، حرام عليكم الفلوس دي كلها. يا ماما صدقيني والله ما سمعتش حاجه، وكمان مش عايزه اللعبه. يا ام غزل انت برضو غلطانه. غلطانه ايه بقى؟ مسكتي ايدك الجامده دي ما تنفعش، يعني خير الامور اوسطها، ولا تقفلي قوي في الفلوس ولا افتحيها قوي، خليكي وسط. لا 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 ما بحبش ابقى وسط، انا حلو اللي انا فيه ده قوي. انت شفتي وصلتي بنتك لايه؟ والله العظيم ما سايباكي، والله ما هسيبك يا غزل. ماشي ايوه عايزه ايه يعني؟ ام غزل انا دفعت 300 جنيه اللي كنت رايحه اجيب بيهم اكل للبيت. يعني ايوه انا قلت لك ادفعيهم؟ يعني معلش انا قلت لك روحي ادفعي فلوس؟ ما قلتلكيش حاجه. يلا اتفضلي مع السلامه. يعني انا مش هطبخ النهارده؟ ماليش دعوه، ما حدش قال لك اعملي نفسك جدعه بقى وتدفعي 300 جنيه، انا عن نفسي ما بطلعش 300 جنيه دي، هي طلبت مني 50 جنيه قلت لها لا.
50 جنيه كتير عليا، دي 50 جنيه ما اعرفش بتقولوها ازاي 50 جنيه دي؟ يعني دي اخره اللي عامل فيها جدعه؟ مالك ماليش دعوه مش ذنبي، ده علبه المناديل عندي ما كملتش شهر وقربت تخلص، قربت تخلص انا هيجي لي جنان. شكرا يا ام غاده. خش يا بنت جوه قدامي يا بنت، 300 جنيه حرام عليكم، ما اعرفش بتقولي الكلمه دي ازاي، حرام عليكم امشي. امال ايه؟ ما حدش عايز يصدقني، انا اصلا ما سرقتش حاجه.